ودلوقتي هسيبكم مع تقرير صورته كاميرا يحكى أن من داخل بيت السيناري عن ندوة بعنوان الجوائز نهاية الطريق أم بدايته. تعالوا نشوف كده مع بعض التقرير ده، وراك أستاذ محمد تتفرج معنا عليه. يلا تعالوا نشوف مع بعض التقرير ونرجع على طول نكمل حوارنا مع الأستاذ محمد. فضل. احنا في وزارة السياحة والآثار بنعمل موسم ثقافي بنربط فيه ما بين الأدب والفن والثقافة والسياحة. على مدار موسمين سابقين قدرنا ان احنا نجمع ما بين الأدب والآثار في الأدب والمرأة والأدب والرعب والتشويق، والموسم ده بنتكلم عن أدب الجوائز، فبنجمع أكبر عدد من الكتاب المصريين اللي حصلوا على جوائز باعتبار أن الأدب المصري قوة ناعمة المفروض أن احنا نحتفي بها. الجوائز طبعا واخدة مساحة كبيرة جدا من تفكير الناس وبالذات الكتاب أو المهتمين بالكتابة أو المهتمين بالقراءة. فكرة الجوائز الأدبية أن هي أغلب الناس بيقولوا أنها لا دي تربيطات، لا دي تظبيطات، لا ده هو مش أي حد بياخد عمل أدبي، لا ده هو مش أي حد بياخد جائزة أدبية. اللي بيكتب عمل أدبي ممكن يقولوا لا ده في ناس بتكتب مخصوص للجوائز، والحقيقة أن دي كلها طريقة الكاتب لو فكر بيها مش هيكتب حاجة، فبالتالي أنه هو محجوزة لناس معينين، فهو بالتالي ما أي مجهود هيعمله ما لوش لازمة. فأنا ضد النظرية دي خالص، وجاي النهاردة عشان أقول الكلام ده، أن أنا مع أن الكاتب يشتغل والقارئ اللي هو عايز يبقى كاتب يشتغل بأقصى ما في طاقته وأقصى ما في وسعه، وعلى قد مجهوده هينول اعتراف وهينول جوائز. الكاتب لما يحصل على جايزة سواء مالية أو سواء تقديرية بس من غير ما تكون فيها فلوس، أو سواء قيمتها المادية قليلة أو كبيرة، الكاتب بيشعر بالفرحة والنصر، وأن العمل اللي هو فضل يشتغل فيه شهور وسنين أخيرا أتى ثماره، وقدر أنه هو يخلي اللي حواليه اللي هو مثلا زوجته وولاده وأصحابه وأصدقائه والقراء أنهم يعترفوا بي، يعني هم أو هم يؤكدوا هذا الاعتراف بأنه خد جائزة. لازم نستثمر الجائزة باعتبار أن هي دفع لي، مش مجرد تكريم لنهاية مشوار، لأن هو لازم يستمر ويخد جائزة تانية وثالثة ورابعة، مش مجرد جائزة ويقفل على كده. أهميتها أن تعدل بعض المفاهيم اللي ممكن تكون خاطئة، وأنها بتناقش موضوع معين، لأنها ممكن بتفيد المناقش أكتر ما بتفيد المتناقشين، يعني بتفيدني أكتر ما بتفيدهم، لأن غالبا بتسأل أسئلة ما بقاش عامل حسابها، فبالتالي بفكر في إجابات غير اللي أنا مجهزها، فده بيعمل حالة من الجدل الإيجابي عن طريق التلاقي بين الأسئلة والأجوبة. الموضوعات بتبقى متنوعة، فالتنوع بيخلي فيه يعني مزيج من الثقافة، بيبدأ الإنسان يطلع عليه، وممكن تبقى موضوعات ممكن هو أساساً ما يبقاش عنده فكرة عنها، فده بيساعد على الاطلاع بشكل مختلف، وخاصة لما ده بيسمع الخطوط العريضة لأي موضوع بيتم مناقشته من خلال دكتور متخصص أو دكتوراه متخصصة في نفس الموضوع اللي بيتكلم فيه. احنا بنعتبر الأدب والفن قوة ناعمة لمصر، واحنا بنحاول ان احنا نوصل أكبر قدر من المعلومات عن الأدب والآثار لأغلب المشاهدين أو أغلب المتابعين للحركة الفنية والأدبية.